السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، نرمين الفقي ونسرين أمين وسوسن بدر من بينهم النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة والإعلامية ريهام سعيد. احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها مبكرا هذا العام في عيد ميلادها يوافق 31 مارس، وحرص عدد من النجوم على حضور حفل عيد ميلاد ريهام سعيد والاحتفال به، ومنهم الفنانة نرمين الفقي ونسرين أمين وسوسن بدر وإيهاب توفيق ومحمود عبد المغني والمنتج أحمد أيوب. نشرت نرمين الفي بعض الصور وكتبت عليها حبيبتي ريهام سعيد، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة، كل يوم جميل وجمعتنا كلنا الأصحاب. وكانت ريهام سعيد أعلنت أنها ستختفي لفترة عن الأضواء. قالت ساختفي لمدة طويلة حتى تعود لي روحي ونفسي وطموحاتي.